كل هذه المؤسسات رئيس دولة وحكومة وبرلمان كلهم هؤلاء يذهبون، ماذا يحل محلهم؟ مجلس رئاسي يتكون من أشخاص موصوفين بصفات. نحن ما دخلنا في الأسماء، ما قلنا زيد ولا عمرو من الناس، وإنما ذكرنا الصفات إذا توفرت فيهم يحوزون ثقة الشعب عندئذ، ويقبل الشعب بهم ويرضى بهم. قررنا عدم الحضور لهذه الجلسة التي تنعقد غدا بنادي صنوبر للأسباب التي ذكرها الشيخ من جهة، ومن جهة أخرى نلوم بعض وسائل الإعلام للأسف الشديد وبعض القنوات التي تريد أن تظهر بأن هذه الجلسة الغد هي لتأكيد الاستقالة إلى غير ذلك، وفي الحقيقة لم يطلعوا حتى على المادة 102. المادة 102 واضحة في الحقيقة، في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي